2 المعادن الحرجة والجغرافيا السياسية الجديدة. المعادن في توصيف جديد لبعض المعادن بيسموها المعادن الحرجة، اللي هي النادرة جدا والمهمة جدا في التكنولوجيا المعاصرة. وعناصر التربة النادرة سمي كله إجمالا المعادن الحرجة، اللي هي أشهر عنصر فيها اللي هو الليثيوم المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية وفي حاجات كتيرة جدا، الكوبالت، النحاس، غيره، بس بالأساس الليثيوم والكوبالت بيسمى ده المعادن الحرجة. دلوقتي في الثورة الصناعية الرابعة في الفايف جي في الاتصالات، ثورة عسكرية في الصناعات العسكرية هي الثالثة في التاريخ الحديث، عصر البارود، العصر النووي، الأسلحة المستقلة اللي اتكلمنا عنها قبل كده، الجندي الآلي والكلاب الآلية والغواصات اللي بدون قيادة بشرية، طيارات بدون طيار، وهكذا، كل ده اسمه الأسلحة المستقلة. التقدم التكنولوجي المذهل ده بقى فيه اعتماد كبير جدا على المعادن النادرة. بعض المؤرخين بيقولوا ان احنا نطلق على القرن 19 قرن الفحم من حيث الطاقة. اذا هنصنف القرون من حيث الطاقة فالقرن 19 قرن الفحم، الفحم هو سيد الطاقة في العالم في القرن 19. القرن 20 قرن النفط، قرن البترول، البترول سيد الطاقة في القرن 20. القرن 21 قرن الليثيوم، المعادن الحرجة، مش الفحم ولا البترول، إنما قرن المعادن الحرجة أو قرن الليثيوم، لأن ده القرن الرقمي، الصناعات الرقمية كلها زي ما احنا شايفين أكبر اقتصاديات في العالم للشركات اللي شغالة في الإطار الرقمي. فطلعنا من عصر الفحم أو قرن الفحم لقرن النفط لقرن الليثيوم. إيه بقى الصراع الجيوسياسي؟ جيوسياسي يعني جغرافي سياسي، اللي على أثر المعادن النادرة. الصين وأمريكا، الصين بتسيطر على 60% تقريبا من الصناعات المتعلقة بالمعادن الحرجة. أمريكا عندها مشكلة، كانت بتستورد 20 من المعادن الحرجة من الصين. شركة ماكنزي عملت دراسة لأمريكا قالت إن في 40 معدن من المعادن النادرة والعناصر النادرة في التربة، المعادن الحرجة والعناصر النادرة في التربة، صنفت 40 معدن إن ده يشكل أهمية كبيرة للأمن القومي الأمريكي. فالرئيس بايدن قال لا، نشتغل على هذا الموضوع. ليه؟ لأن الصين في خلاف مع اليابان وقفت تصدير المعادن الحرجة لليابان. لما الرئيس السابق ترامب شن حرب تجارية على الصين، الصين قالت طيب أوكي، إحنا بقى ممكن نستخدم سلاح المعادن الحرجة، مش هنديكم معادن حرجة. فالأمريكان فاقوا، وده شيء جزء من قوة أمريكا، إن أول ما يلاقي مشكلة مش يحلها بمعنى الحل المؤقت، طب نحلها مع الصين ناخد منها، لأ، طب نبدأ بقى نحل المشكلة من جذورها. فماكنزي قالوا لهم عندكم 40 معدن نادر أو معدن حرج في مشكلة. بدأوا يشتغلوا بقى على إن هم يحطوا إيديهم عالميا على أماكن وجود المعادن الحرجة. لا تزال الصين أقوى، وعشان كده بعض المحللين السياسيين المتمكنين في الغرب بيقولوا إن ده هيغير من الجيوسياسية أو الجغرافيا السياسية العالمية. ليه؟ لأنه المعادن دي تستخدم في السيارات الكهربائية، الصناعات العسكرية، الصناعات الهواتف المحمولة إلى جيل الجديدة، كل التكنولوجيا، الرقائق اللي أشبه الموصلات، كل التكنولوجيا الرقمية، العصر الرقمي ده، التقدم العملاق بتاع الذكاء الاصطناعي، كله قايم على المعادن النادرة أو المعادن الحرجة. وبالتالي من يسيطر على المعادن الحرجة يسيطر على القرن الرقمي. عشان كده الصين وأمريكا داخلين حرب باردة رقمية على المعادن الحرجة. حضراتكم مثلا الكوبالت موجود أكبر يعني احتياطي في العالم في الكونغو الديمقراطية، الصين موجودة هناك. في مثلث في أمريكا الجنوبية
اسمه مثلث الليثيوم. فالصين تواجدت هناك بقوة، بوليفيا من هذا المثلث، الأرجنتين من هذا المثلث. فلما بوليفيا حصل فيها تغيير سياسي بعد مظاهرات كبيرة جدا قيل أنها مدعومة من أمريكا وتم إسقاط الرئيس إيفي موراليس، قالوا هناك ده انقلاب الليثيوم، إن الأمريكان من أجل الليثيوم بدل ما هتاخدوا الصين عملوا تغيير في النظام في بوليفيا علشان الأمريكان يتواجدوا. فده كان تعبير موجود في الصحافة الأمريكية والصحافة البوليفية. شيلي هي الدولة الثالثة، تشيلي وبوليفيا الأرجنتين، ده مثلث الليثيوم اللي موجود في أمريكا الجنوبية. إذن المجمل إيه؟ إن إحنا هنقول بقى ببساطة من الأول تاني، إنه الثورة الصناعية الرابعة اللي موجودة حاليا قايمة بالأساس على العصر الرقمي، القرن 19 قرن الفحم، القرن 20 قرن النفط، القرن 21 القرن الرقمي، قرن الليثيوم. بتاعي الليثيوم والكوبالت والمعادن الحرجة هي هتحدد القوة في المستقبل. فالصين وأمريكا داخلين صراع جيوسياسي عالمي على من يسيطر على المعادن الحرجة. الصين الأكثر سيطرة وأمريكا تحاول أن تمنع السيطرة الصينية على المعادن الحرجة. إذن هي حرب المعادن الحرجة، حرب رقمية باردة، حرب على القرن الجديد، من يملك القرن الحادي والعشرين أو من يملك الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي الجديد. وفاصل ونكمل.